احكي لنا حوراء عن اول كونكشن اطلقتها الدار، شو كان اسمه وشو كان مكونها؟ طبعا اول مجموعه اطلقتها الدار هي مجموعه ليلك. مجموعه ليلك جاء التصميم من مبدا في زحمه التشابه انا مميزه باختلافي. طبعا هو مستوحى من زهره الليلك، مثل ما لاحظ بان اربع بتلات من زهره الليلك هي بحجر معين، والبتله الخامسه هي مرصعه بالالماس، فهي اللي تحكي او تجسد هذا المبدا في زحمه التشابه انا مميزه باختلافي هي بتله الالماس. فالمجموعه تتحدث عن التميز والتفرد، بان كل امراه مميزه ومتفرده باختلافها مهما اختلفت في مظهرها، تراثها أو نمط حياتها. ممكن تحكي لنا عن الكوليكشن الثاني اللي أطلقته وشو كان اسمه وكمان شو مميز؟ المجموعة الثانية اللي أطلقناها هي مجموعة سبرانزا، معنى الاسم باللغة الإيطالية الأمل، ولأني دائما في تصاميمي أحب إني أعكس شعور وبعدين أجسده على قطع، فلطالما تحليت بالأمل بأن القادم أجمل، لذلك اخترت الفراشة في مجموعة سبرانزا اللي تتميز بالقوة والأناقة وبألوانها الساحرة والخلابة، والمعروف بأن الفراشة هي أيضا رمز للأمل والسعادة، فاخترتها بحيث إن الناس صنعت بكل شغف ودقة لرفع مستوى المجوهرات إلى آفاق جديدة من الرقي والأناقة. صممناه بحيث أن تكون الأحجار بشكل الأومبري عشان تجسد اللي هو جمال الفراشات، وأيضا بالذهب المصقول.